شو تريد تغير؟ وحدة اثنين. هسا عريس تزوج، خير وبركة، ما تقدر تعبر عن فرحتك إلا بالرمي؟ شو نستان؟ زين، على فكرة يحضرني موقف قبل سنتين، يعني بال 2019 كنت جاي للبيت، راجع للبيت، ما أحس إلا 32 طلقة، مخزن كامل، وراها واحد يصيح باركولي باركولي. عجيب، شنو السالفة؟ أنا ما أدري يعني، بصراحة استغربت، فدرت وجهي هالشكل، خويا مبروك، شنو السالفة؟ قال والله الحمد لله الحمد لله، صار للنت 15 يوم عاطل، هالسيارة اشتغلت. هاي القصة أخواني أنا شاهد عليها، أنا شاهد عليها. خاف عبالك عزيزي المشاهد الكريم دا أحكي لك نكتة أو أحكي لك سالفة بس حتى تضحك، بس لا، هذه أنا شاهد عليها. قلت له وانت شنو ترمي؟ قال إيه. زين هذا شو تجاوب علي؟ من أحسدك أنا هسا؟ أحسدك على ثقافتك، أحسدك على عقلك، أحسدك على تربية أهلك السليمة الحلوة المرتبة؟ علي من أحسدك؟ علي. زين، وين المنطق؟ وين الحكمة؟ وين المنطق؟ مو هذا بلد احنا نتكلم ونقول بلد الأوصياء، بلد الأنبياء، بلد علم العالم شلون تحكي، علم العالم شلون تخط وتكتب، علم العالم شلون تصيغ قانون، ما عنده قانون؟ مشكلة، مشكلة. دمرتوا هذا البلد، دمرتوا المجتمع، مليتوا رعب ومليتوا خوف. خلونا نشوف هذا الفيديو، فرحة من نوع آخر، وهاي الفرحة ما أدري شلون نسيطر عليها، نتمناها وما نتمناها بنفس الوقت. خلينا نشوف هذا المقطع ونرجع لإكمال الجزء الأخير من حلقة اليوم.